بلينك آخر، ولكن في هذه الفقرة حنحكي عن موضوع غاية في الأهمية وحقيقة عم نتناوله لأنه في ناس كتير طلبت أنه ينحكى فيه، لأنه اللي بيعانوا من المرض اللي رح نحكي عنه برضه هم كثر وعندهم تحديات خاصة وبدهم يعرفوا معلومات أكثر، لأنه الموضوع اللي عم نحكي فيه برضه في بحوث دائما وباستمرار عم تطلع بالعالم وفي الأردن أيضا بتساعد المرضى حتى يتغلبوا أكثر على التحديات اللي بواجهوها. هم طبعا مرضى التصلب الويحي ومرض التصلب اللويحي، واليوم معانا دكتورة علياء الغويري وهي أستاذ مشارك في قسم العلاج الطبيعي في الجامعة الأردنية. دكتورة علياء قدمت بحثين بكيب تاون بجنوب أفريقيا، وكلاهما بيحكي عن مرض التصلب اللويحي من زاويتين مختلفتين. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك، صباح الخير. صباحكم جميع المشاهدين. يا هلا فيك دكتورة علياء. المشكلة قديش منتشرة عندنا في الأردن من ملاحظاتكم، إذا في عندكم أرقام؟ أكيد في أرقام. يعني هو مرض التصلب اللويحي هو بيصيب الجهاز العصبي المركزي ويبدأ من الدماغ والنخاع الشوكي وبيأثر عادة على الأعصاب الواصلة لكافة أعضاء الجسم، فبالتالي ممكن يؤدي لأي أعراض، ممكن يؤدي بالذات هو يبدأ عادة في بما أنه أعصاب فهو ممكن يؤثر على البصر، يسبب غشاوة في النظر أو حتى فقدان للبصر عند بعض المرضى، ممكن يؤدي إلى شلل أيضا في الجسم، بيأثر دائما على التوازن والمشي. مدى انتشاره حسب دراسة أجراها الدكتور خالد السالم عام 2006 في الأردن نسبتها تقريبا 40 لكل 100 ألف نسمة، فبال 2006 40، وهي على فكره النسب هي اعلى بقليل من النسب العالميه والله. لانه في العالم يعني النسبه لا تتجاوز 30 لكل 100 ألف. ما عدا كندا مرتفع يعني. نعم الرقم عندنا مرتفع. سبب معين دكتور علياء من البحوث الان هو يعني الى الان مش معروف سببه، لكن النظريه الاقوى حاليا هو نقص فيتامين د وقلة التعرض لأشعة الشمس. أوه. وهذا بيأيدها إنه بهاي الشغلة. هذا بيأيده إنه أكثر نسبة هي موجودة في كندا. نسبتها في كندا، نسبة انتشار هذا المرض في كندا 240 لكل 100 ألف. ولأنه هناك طبعا هي بلد الشمس في باردة قليل، بالضبط قليل التعرض للشمس فيها. فهذه خلينا نحكي أكثر سبب معروف أو نظرية قوية للإصابة بتصلب اللويحي. فنسبتها عالية يعني في التصلب اللويحي. دكتور علياء موضوع بده استمرارية في التعامل معه، يعني مش موضوع هو a lifetime thing، يعني هو مرض مزمن. صحيح. فبالتالي التعامل معه لازم يتعلموا المرضى، زي مرضى السكري يعني بدك تعمل كذا وكذا كذا طول عمرك. صحيح. فأظني كمان مرضى التصلب اللويحي كذلك الحال. صح. بالنسبة لشغلكم معاهم وأنه تعلمون كيف يعيشوا حياتهم بمرافقة هذا المرض، وعندكم فرق وعندكم، بدي توصفي لي شغلكم مع هؤلاء المرضى يعني. أكيد. يعني خليني أحكي من اللحظة اللي بتشخص فيها المريض بأنه عنده تصلب لويحي متعدد. المفروض أنه طبيب الأعصاب يوصف لهم الوضع زي ما انت حكيتي، كيف هم بدهم يعيشوا معاه طوال حياتهم. ومن اهم الامور بصراحه هو العلاج الطبيعي، لانه الى الان لا يوجد ادويه شافيه لهذا المرض، وانما بدهم يتعايشوا. هناك بعض الادويه التي تخفف من اثار اعراض المرض، لكن لا يوجد علاج شافي لهذا المرض. العلاج الوحيد اللي ممكن يخليهم يتاقلموا مع هذا المرض مدى الحياه هو العلاج الطبيعي. عندكم. فانا بتمنى هو عندنا، فانا بتمنى من كل طبيب اعصاب، من كل طبيب باطني بتشخص عنده هذا المريض، انه ينصحه بالعلاج الطبيعي من اللحظة الأولى. إحنا ما بدنا يوصل لدرجة من الإعاقة وفقدان قدراته ووظائف حياة جسمه حتى إنه يعني يوصل لهذه المرحلة. إحنا ما بدنا يوصل. من أول لحظة المفروض إنه يتحول لعلاج طبيعي، ويعرف إنه كما ذكرت يمكن في الفقرة السابقة إنه الحركة مهمة له جدا، خاصة إنه شعار المنظمة العالمية للعلاج الطبيعي الآن صحتك بحركتك، فالحركة مهمة. فمش معنى إنه تشخص بالعلاج الطبيعي إنه خلاص تقعد في البيت، يعني يبطل انه يتواصل مع المجتمع المحلي. بالعكس الاولى هو العكس، الاولى انه هو يكمل حركته والرياضه يتواصل مع المجتمع 100%. بفرق هالقد من تجربتكم دكتور علياء العلاج الطبيعي أكيد. لا مرضى التصلب اللويحي تحديدا أكيد. يعني كافة الأبحاث العالمية بتأكد أنه مريض التصلب اللويحي إذا توقف عن العمل، إذا توقف عن الحركة، على طول حالته بتدهور. أما إذا استمر في العلاج الطبيعي والتمارين العلاجية اللي ممكن تحسن من حالته، فإنه حالته مش بس ممكن تتوقف عن التدهور، لا ممكن تتحسن ويرجع يتعايش كما ذكرتي في نشاطاته اليومية بشكل طبيعي. رائع. مثله مثل باقي الناس. تعرفي دكتورة علياء
الأمراض المزمنة. يعني أنا لو عندي مثلا هاي إيدي بتضل توجعني طول العمر السلام. يعني وناس كتير عندهم أمراض مزمنة بصير عندهم شغلة مشتركة بين كل أصحاب الأمراض المزمنة اللي هو الاكتئاب. صحيح. هذا يعني للأسف ملازم لكثير من المرضى. صحيح. وإنتي أخذتي هاي الزاوية على محمل الجد في بحثك يعني. نعم. المقدم. وحتى الموضوع العالم الافتراضي برضو في علاج للاكتئاب من خلال العلاج الترفيهي بسموه. صحيح. معلش تحكي لنا وافرا عن البحثين لأنه كل اثنين بيدخلوا لنفسية المريض وبتعاملوا. صحيح. مع اكتئابه يعني في تعامله مع المرض 100%. يعني احنا بالذات بالعلاج الطبيعي نؤمن بأنه علاج المريض ليس فقط علاج فيزيائي أو علاج. طبعا. حركي وإنما العلاج النفسي هو يعني له دور مهم جدا في التخفيف من أعراض المرض عليهم. فأنا فعلا نظرت من ناحية الاكتئاب وحبيت أشوف مدى انتشار مشاكل الاكتئاب عند مرضى تصلب اللويحي الأردنيين. فوجدت أنه أكثر من 50% منهم مصابين بدرجة من درجات الاكتئاب يعني من القليلة إلى الشديدة. الآن كما ذكرتي أنه فعلا هي لأنه هو مرض مزمن يمكن يكون يسبب لهم هذا الاكتئاب، لكن لا، في أبحاث عالمية كمان تثبت بأنه طبيعة المرض تؤدي إلى الاكتئاب. يعني يصيب الدماغ يعني في دبل بالضبط. يعني بالضبط يعني إصابة الدماغ في هاي النواحي أيضا لها أثر في الإصابة بالاكتئاب عندهم. فإذا في أثر مضاعف كما ذكرتي، هو مرض مزمن دائم في حياتهم، وأيضا إصابة مناطق معينة في الدماغ قد تزيد من نسبة إصابتهم بالاكتئاب. أوكي. فهي نسبة موجودة تزيد عن 50%، لكن أنا بحثت في شيء يمكن لم يتم بحثه في العالم اللي هي مدى العلاقة ما بين الاكتئاب ومشاكل التوازن والحركة عندهم. لأنه موضوع مشاكل أيضا التوازن منتشرة جدا عندهم، وهاي خلينا نحكي يعني سبب رقم واحد في الإعاقة، لأنه إذا تأثر توازنهم تأثرت حركتهم ومشيهم فهذا سيسبب إعاقة لهم. يعني يحد من خروجهم من البيت لأنهم بيخافوا أن الناس يعني ينظروا إليهم بنظرة يعني مختلفة، أنهم غير قادرين على المشي بشكل مستقل، ممكن بدهم أداة مساعدة أو حتى دائما حدا شخص مرافق لإلهم دائما يمشي ويمشيهم معاهم بطريقة طبيعية. فهذا يعني أنا حبيت أشوف العلاقة بينه وبين الاكتئاب، فوجدت علاقة وثيقة ما بين الاكتئاب وما بين مشاكل المشي والحركة والتوازن. يعني هذا كمان بيساعدنا كثير بالنظر إلى الطرق العلاجية اللي إحنا نستخدمها مع المرضى. يعني دائما إذا بيكون في عندهم مشاكل توازن أو مشي إحنا نلجأ للطرق الفيزيائية في علاجهم، وننسى في كثير من الأحيان الحالة النفسية اللي هم بيعانوا منها. فهاي إحنا بالعلاج احنا هي دائره او حلقه. اذا احنا عالجنا حالتهم النفسيه بنحسن توازنهم، واذا حسنا توازنهم كمان بتتحسن حالتهم النفسيه. طبعاً. فهون طبعاً. احنا بنحكي عن الطريقه الشامله في العلاج. نعم. انه احنا نعالج توازنهم بالاضافه لمشاكلهم الفيزيائيه اللي بيعانوا منها. رائع كثير دكتوره. وبدي برضو ارجع للموضوع العالم الافتراضي اللي عملتي بينه وبين مرضى التصلب اللويحي كمان يعني طريقه مبتكره لحتى تساعدهم على العلاج وتخفف من اكتئابهم كمان. نعم. يعني أكيد. هي طريقه ترفيهيه. يعني انا بدي احكي انه مرضى التصلب اللويحي هم اخواننا واقاربنا وحبايبنا. طبعا. وهم جزء من المجتمع الاردني اللي احنا بنفخر فيه دائما، واللي احنا دائما بنحب انه نمد يد العون لهم بكافه الطرق، بالابتكارات، بالعلم، بكل شيء. 100%. فالاختراعات والابتكارات كمان يعني لم تستثني مرضى التصلب اللويحي المتعدد. فالفيرتشوال رياليتي او العالم الافتراضي هو تكنولوجيا حديثه استخدمت لكافة الأهداف، من ضمنها بدأت تدخل إلى الأهداف الطبية والعلاجية. فالفكرة هي ظهرت من زميلاتي اللي أنا بحب أوجه لهم تحية. حلو. الدكتورة حنان خليل والدكتورة إلهام الشرمان هم دكاترة علاج طبيعي أيضا من جامعة العلوم والتكنولوجيا. بدأت الفكرة من عندهم أنه إحنا بدنا نعالج مرضى تصلب اللويحي ونحسن توازنهم ومشيهم بطريقة مسلية مبتكرة. كما ذكرتي يعني ترفه عنهم. كلنا بحاجة لهالمساحة يعني دائما بحياتنا اللي يكون في شوية يعني ترفيه ترويح. أكيد. فبدأنا كفريق بحثي بدأنا بتطوير عدد من التمارين العلاجية التي تحسن توازنهم ومشيهم، لكن على هيئة ألعاب إلكترونية. فبيجي مريض التصلب اللويحي على أمام شاشة LCD أمامه مشبوكة بلابتوب أيضا، تأخذ يعني جسمه وتضع أمامه على الشاشة. يعني زي اللي بترسم جسمه تأخذه بصير يظهر جسم المريض على الشاشة. على الشاشة. ممكن أنه يظهر على شكل إنسان كما هو يعني موجود،
الطفل، أو ممكن يظهر على أي لعبة إلكترونية، قد يظهر على شكل هليكوبتر مثلا وطائرة، وهي هاي الهليكوبتر تحتاج أنه هي مثلا تجمع بعض النقود الموجودة في اللعبة الإلكترونية، فهو يمارس هذه اللعبة بشكل ممتع، لكن هو بطريقة غير يعني واضحة unconscious هو بحسن من توازنه، بحسن من قوة عضلاته بالذات الأطراف السفلية، لأنه هو بده يلعب اللعبة ولكن بده يتحرك مع أكيد اللعبة. وهناك مستويات للألعاب، يعني 6 ألعاب هم مدروسة طبيا كلها. مين ساعدكم بالتصميم الإلكتروني؟ يعني كان في مبرمجين إلكترونيين من الجامعة الأردنية؟ من جامعة العلوم والتكنولوجيا، هم نعم ساعدونا في تصميم هاي الألعاب. يعني استخدمناها في علاج عدد جيد من مرضى تصلب اللويحي، وكان هناك آثار جدا ممتازة عليهم، يعني تحسن التوازن ممتازة عندهم، نفسيتهم تحسنت. هل تعتقد دكتورة عليا أنه أنتم سباقين بالعالم بهيك ابتكار؟ نعم، لذلك بصراحة قبل هذا البحث في المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي الذي عقد في جنوب إفريقيا بشهر 6، وبصراحة كان هناك عليه إقبال كبير، وحتى كانوا يطلبونا، يعني إحنا كنا سعيدين أنه هذا من الأبحاث الأولى التي عرضت من الأردن في هذا ابتكار. المؤتمر العالمي، يعني فريد من نوعه. أكيد. ويعني يا ريت يتم تعميمه أو تطويره حتى دكتورة، يعني إن شاء الله بصير فيه مثلا هيك دعم أكثر من شركات كبيرة لهاي اللعبة، إذا بدنا نسميها لعبة إلكترونية. صحيح. حتى تفيد بشكل أكبر، يعني ممكن حتى يلعبها الأشخاص العاديين والأشخاص المصابين 100%. هاي فكرتها إنه هي مش بس محصورة على مرضى التصلب، لا، هي تقوي عضلات الطرف السفلي، تشتغلوا بمجال الألعاب الإلكترونية كمان بالإضافة للطب. يعني أنا بحب أذكر بصراحة إنه هذا بحث بالذات العالم الافتراضي هو كان مدعوم من الاتحاد الأوروبي. حلو. من برنامج عندنا هنا اسمه SRTD2. هذا البرنامج من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وتم دعمه بقرابة 200,000 دولار حتى أنه يتم فعلا ويظهر إلى يعني. وأنتوا فريق طبي وإلكتروني أعتقد اللي اشتغل على نعم هذا الموضوع. نعم صحيح. من ضمنهم حضرتك دكتورة عليا. نعم صحيح. كنتي يعني إذا بدنا نحكي عن كنصيحة أخيرة للأشخاص، وأنت كثير ركزتي على موضوع العلاج الطبيعي. نعم. قلتي هذا لابد منه، وأرجوكم أنه تتوجهوا من المراحل المبكرة للعلاج الطبيعي. هل في معلومات جديدة حول المرض دكتور علي بتحبي تقدميها؟ أكيد. يعني بالذات مرض التصلب اللويحي الآن يعني عليه اهتمام عالمي كبير، وهناك أبحاث يومية يعني على هذا المرض. بالنسبة لنا في الأردن، أنا بحب أركز أنه إلي 5 سنوات بشتغل مع هذا المرض، وكل يوم بصراحة نتعلم شيء جديد منهم. كثير منهم نفسيتهم جدا جميلة، تعلمنا الصبر، تعلمنا الانفتاح للحياة وحب الحياة. فعن جد إحنا نتعلم منهم زي ما إحنا بنحاول إن نعلمهم. النصيحة اللي بحب أوجههم إياها إنه صحتك بحركتك، إصابتك بتصلب اللويحي لا تعني نهاية العالم أبداً. وإنما هي يعني ممكن تكون ابتلاء أنت قادر على التعامل معه، أنت قادر على إثبات للعالم أجمع أنه أنت قادر على التعامل معه وإكمال حياتك وإنجازاتك وابتكاراتك. هناك العديد من الأبحاث التي نجريها أيضا في الجامعة الأردنية حاليا لتحسين حالتهم. هي interventional study، طريقة حياتهم. نعم، هي كلياتها أبحاث حاليا لعلاجهم. يعني الآن إحنا حتى يعني أتعاون مع مركز الخلايا الجذعية الموجود في الجامعة الأردنية لعمل العديد من الأبحاث أيضا لهم، من ضمنها اللي هي الخلايا الجذعية، من ضمنها العلاج الطبيعي مع الخلايا الجذعية حتى إنه نحصل على أحسن نتائج ممكنة لهم. فكما ذكرت هما جزء من المجتمع الأردني اللي بنفتخر فيه. إحنا معاهم دائما يدا بيد إن شاء الله. راح يعني يتحسن وضعهم ونكون إن شاء الله يعني بجانبهم في جميع الأحوال إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. وهذا تحديدا المرض يعني كل يوم في شيء جديد. نعم صحيح. فيعني هذا يبعث الأمل عموما. يعني كل يوم أنا بسمع حتى وكالات عالمية أنه يعني اقتراح جديد من أطباء علاج كذا. صحيح. فإن شاء الله يا ربي دائما بتكونوا أنتوا بخدمتهم كمان كمركز أكيد. العلاج الطبيعي في الجامعة الأردنية. صحيح. بدي أشكر جهدك أنت أيضا دكتورة علياء، ما شاء الله عليك بترفعي الراس. صحيح. وإن شاء الله المزيد من التقدم إلك كمان. صحيح. بمسيرتك العلمية والطبية. شكرا جزيلا دكتورة علياء الغويري. وإحنا حناخد فاصل كتير صغير ومن بعده بنرجع لكم لنتابع فقراتنا بيوم جديد. خليكم معنا.